هل تؤيد انتقال رمضان صبحي لنادي الزمالك؟ اه طبعا مفيد جدا ولعيب كبير، ولو جه الزمالك اعتقد هيعمل شغل كويس جدا في الزمالك. يعني ايد انتقال رمضان صبحي للزمالك، ايه المشكله لما رمضان صبحي يروح للزمالك؟ كده كده الهجوم شغال مفيش مشكله، يعني هيفرق معاه في ايه؟ راح بيراميدز، راح الزمالك، هيهاجموه في اي حته ما دام ساب الاهلي. يعني هو الجمهور اصلا كده كده بيهاجمه في بيراميدز او الزمالك، بس يروح الزمالك يخلي فيه تنافس بين الفرق افضل ما يكون في بيراميدز ما بيعملش حاجه، يعني يروح في الزمالك يضيف اضافه قويه جدا للزمالك ويخلي فيه منافسه اقوى في الزمالك وبين الاهلي، منافسه قويه جدا. هو كده كده الجمهور بيهاجم رمضان زي ما هاجم عبد الله السعيد لما راح لما جالك مدافع على الزمالك، وهو مضى مع الزمالك فعلا وهاجموه. هو طول عمره جمهور الاهلي بيعمل هجوم على اي لعيب بيمشي من عنده، انما هو لما بياخد اي لعيب من اي نادي بتبقى بالنسبه له حلال. فايه المشكله ان رمضان صبحي كان في الاهلي ومشي من الاهلي يروح بيراميدز ويرجع من بيراميدز على اي نادي هو يحبه؟ ايه المشكله؟ هو كده الجمهور بيهاجمه عشان هو بس متعصب للنادي مثلا الاهلي او مشجع اهلاوي، فهو رافض ان يعني اللعيب مهاري زي كده يروح للفريق ضده. عادي ما فيهاش حاجه ما دام هو عايز كده ومفيش حاجه تمنعه. ايه ما عندك كهرباء تنقل ومحدش يتكلم برضه. هو كان الافضل ليه لما كان في الاهلي بصراحه، كان الافضل ليه يعني. يعني انت ابن النادي، وابن النادي معروف ان هو ليه انتماء وحب للنادي، يعني ما فيش مشاكل عادي مع رمضان صبحي، ما فيش مشاكل. يعني اللعيبه اللي بتدور على الفلوس الماديات ما فيش اي مشاكل، ممكن يروح الزمالك، ممكن يطلع اعاره بره. اداؤه مع المنتخب الاولمبي كويس، بس مع بيراميدز مش واخد برضك الاضاءه قوي برضك، ان لما مع فريق كبير بيدي للفريق كبير مساحه ومكان برضك، بيبقى اسمه رمضان صبحي بيلعب في نادي الزمالك، فزي ما كان بيلعب في الاهلي. يعني كان بيلعب في الاهلي كان قاعد كل اللي مكانه معاه كل مكانه، وكان بيعمل وكان بيجيب جوان وكان نجم في النادي الاهلي. والله هو اداؤه متوسط، يعني في الاولمبي دلوقتي اداؤه متوسط. هو جه في اول ماتشين كده هو اتعمل اداء كويس جدا، واصلا كان في سبب الجون الوحيد اللي احنا المنتخب جابه في الاولمبياد، فكويس. بس جه في اخر ماتش ما اداش قوي الصراحه. كويس جدا طبعا، بس الماتش الاخير ما كانش احسن حاجه، بس هو ماشي كويس. يعني كفايه الضغط اللي عليه من الاعلام ومن الجماهير بتاعت النادي الاهلي، هما بايدهم ينجحوا طبعا الكتره، بايدهم بيرفعوا اللعيب فوق، وبايدهم ان هما الاعلام بمساعده الاعلام ان هما ينزلوا اللعيب تحت. بس رمضان صبحي لما يلاقي النفسيه ويلاقي الاستقرار في نادي، كان رمضان صبحي ده من اسمه العفياجي باسم باعلاميين الاهلي بجماهير الاهلي، فلما ينتقل لنادي الزمالك وهيلاقي دعم من نادي الزمالك اكيد هيبقى سند ليه، فهيرجع تاني احسن من الاول كمان. بعد البطوله اللي خدوها بطوله افريقيا كانت تحت سن على ما اعتقد 23 بتاعت ابطال افريقيا، بعد كده انا مش شايف رمضان صبحي بصراحه. انا شايف مكانه حاليا ان هو واقع ومحتاج تركيز وما فيش ثقه في النفس حاليا الفتره دي. فانا اللي شايفه بصراحه رمضان صبحي يعني بلاش يروح الزمالك.